يعني ابغاكم الان وباك يا لميا تجهزوا ورقه وقلم عشان يعني شوفوا حكايه والله ما احنا عارفين ننحف والله الاكل فيه كالوريز والله دسم والله يعني ابغاكم بس نفتح عقولنا ونسيب اي كلام كنا نسمعه دائما وحاطينه كمرجع بالنسبه لنا. اليوم حلقه ان شاء الله وفقره راح نستمتع فيها. بجهز الورقه والقلم عشان نقيد. لا ما عجبتني فكرة نجهز ورقة والقلم ليش نجهز ورقة وقلم والأكل موجود قدامنا لا 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 لا, لا. شوفوا تقدر تاكل انت أوكي. الأكل كله اللي قدامك وما لده وطب لا تحرم نفسك من شيء. حقيقي في بعض الأشخاص صار عندهم الرشاقة وصلت معاهم لهوس في النهاية حلو انه يكون عندهم جسم سليم بالنهاية ولكن مو بالهوس وحسابات الكالوريز اللي بيسووها. طيب أنا أقول لك في كل وجبة ردا على كلامك أنتوا أسمعوا كلامها اللي بيسمع كلام يسمع واللي بيسمع كلام يسمع yes. في الأخير في الصيف إن شاء الله نجي على البحر اللي بيروح يتشمس يشوف كيف حيكون واثق من نفسه أكثر من الثانيين وكيف الواحد حيكون مستمتع يس شوف الملابس اللي حتشتريها زياده بس عشان الوزن الزايد. عبد الرحيم معليش عبد الرحيم ما نقصدك ابدا انا اشرت كذا بالغلط ترى يعني ما قصدت شيء. عموما اليوم مشرفتنا وجدان البرادعي اخصائيه التغذيه حياك الله معنا في ساعه شباب. الله يسلمك ان شاء الله. نبقى خلاص نبقى نوقف الحديث هذا اللي طال شرحه وحيستمر ولن يتوقف ابدا بنحاول يعني بس نحن نحاول نبسط لهم شويه بعض الامور يعني الناس داخلين وبقوه في موضوع الرشاقه والاكل وحسابات الكالوريز ولا وما اكل شوكليت وما اكل واليوم حرمان نفسي وحرمان عاطفي وحرمان اكل كمان كثير عليهم فنحن بنوضح لهم ونبسط لهم مفهوم السعرات الحرارية تحديدا فيا ريت تقولي لنا عليها وجدان. تمام السعرات الحرارية يعني بكل بساطة هي الطاقة الحرارية اللي احنا بنستمدها من المواد الغذائية اللي بنتناولها. طبعا هي لها أكثر من مصدر في عندنا البروتين الدهون والكربوهيدرات دي المصادر الأساسية لكن الفكرة أو الهوس يعني زي ما قلتي كده في ناس عندها ابغى الوزن اكثر من المثالي ابغى احسب كل يوم انا ايش باكل ايش باعمل دي صعبه دي حتى بالنسبه لينا كاخصائي تغذيه ما بنوصل لدي المرحله يعني بناخذ المعلومه بشكل عام لازم نعرف بس المصدر من فين وعلى اساسه احنا بنختار صح او غلط وانا لما قلت نقيد بالورقه والقلم عشان كمان نستوعب بس ايش الحاجات اللي بتدخل اجسادنا في الاخير يعني مثلا لما نشوف انا احد ياكل من الفاست فود او الجنك فود هذا اللي من اكل الشارع اللي حقيقي بيدخل الجسم ما بيطلع لانه عباره عن بلاستيك وعباره عن حاجات ما هي صحيه ولا هي صحيحه بالضبط بصعوبه عشان تخرجها لما تروح مثلا تسوي رياضه مو زي الاكل الثاني لما نروح هذا صح ولا خطا بالضبط هذا كيف ممكن انا اوزن هذه المعادله بالضبط احنا في البدايه لازم اول شيء نعرف قد ايش جسمنا بيحتاج سعرات حراريه خلال اليوم ودي طبعا بتكون بحسابات معينه دائما بتكون مع اخصائيين التغذيه بيست اون الطول والوزن بالضبط بالضبط لكن ممكن ناخذها بشكل عام يعني عاده الرجال سعرات الحراريه بتكون ما بين ال 1800 الى 1200 هذا بيكون للشخص الطبيعي بدون ما يكون هدفه انقاص وزن وللسيدات بيكون اقل شويه بين ال 1500 و 1200 كل السيدات الا لميا ما شاء الله يعني نقدر نقول كم كالوري في اليوم من الكلام اللي بسمعه منها ما احتاج احسب حقيقه الواحد ما يحتاج يحسب يعني ليش يعني ما يمكن قناعاتي مختلفة حلو انه ايوه ما تاكلوا كثير ما تكثروا حلويات بالزبط. يعني نصائح التغذية بالنسبة لي انا جدا بسيطة بالنهاية حتحافظوا على جسمكم بالرياضة وايضا بالتغذية السليمة ولكن انكم تقعدوا تحسبوا كل وجبة بكم كالوري هذا شيء صعب ما هي مسألة هوس بس انا اتكلم بالنسبة لك موضوع بسيط لانه ممكن طبيعة جسمك ما تسحب دهون كثير تختلف من جسم هي تختلف من جسم لاخر بس يعني هدف الشخص هدفه ينقص وزنه او هدفه يزيد وزنه لانه في اشخاص محتاجين يزيدوا وزن وفي ناس لا وزن مثالي وحابب يحافظ بس على وزنه فهنا تفرق حسب هدف الشخص هو بيحدد احتياجه من المواد الغذائيه
زي ما قلت بنرجع برضو اخصائيه التغذيه بتحسب السعرات الحراريه المطلوبه، وبعد كده الشخص عليه التطبيق في حدود المجموعات الغذائيه، دي اسهل من انه احنا نحسب سعرات حراريه. طبعا طبعا. حتى بالنسبه لنا احنا كاخصائيين تغذيه انه احنا بنرجع ثاني للمجموعات الغذائيه، الدهون مصدرها، الكربوهيدرات، او الهرم الغذائي تقصدي يعني؟ صحيح. الهرم الغذائي ده اساسي، بس المقصود فيها المجموعات كمجموعات الخبز والحبوب، النشويات، الخضار، الاشياء الاساسيه دي. في فكره مغلوطه عند الناس وجدان انه كل ما كان الاكل فيه سعرات حراريه عاليه يعني هذا الاكل جدا مفيد، او مثلا نقدر نقول القيمه الغذائيه لهذا الاكل عالي، فهل هذا صحيح ولا لا؟ هو لا طبعا، طبعا القيمه الغذائيه بتعتمد على تركيب المادة الغذائية نفسها، فلنفترض مثلا أنه فيها فيتامينات عالية، فيها مضادات أكسدة، هذه الأشياء كلها هي اللي بتحدد المادة الغذائية دي عالية القيمة الغذائية ولا لا، بغض النظر عن سعراتها الحرارية. سالفة مرة مهمة لكل اللي بيسووا دايت وبيحاولوا ينقصوا من وزنهم، دائما نسمع يقول لك يا أخي أكل الدايت غالي. صحيح، هذه أنا جربتها وأعرف كويس أنه سعره أعلى، حتى المواد الغذائية اللي اشتريها من السوبر ماركت أغلى. بالضبط. بس أنا ممكن أسويها في البيت وتكون أرخص من السوق، هل هذا صحيح؟ أكيد أكيد. طيب أدينا كده تيب سريع عشان نعرف نستخدمها. يعني مبدئيا ممكن نستبدل مثلا الصوص والأشياء دي، لبن الزبادي قليل الدسم كبديل يعني، الليمون، البهارات كإضافات، مثلا إكليل الجبل ولا الزعتر البري والأشياء دي بتعطي نكهة للأكل. زعفران، ملح، الليمون، أفضل من أنه إحنا ناخده مثلا من إضافات بتكون جاهزة في السوبر ماركت مثلا بنشتريها. طب أكثر الأخطاء اللي بيتبعوها الناس في النظام الغذائي، يا ريت تذكرين لنا أهمها عشان يتنبهوا عندها. أهم نقطة أنه عادة الناس بتاخد فكرة انه الفاكهة الفلانية مفيدة فانا حاكل الفاكهة طول اليوم، او انا عندي الخضار مفيدة فانا حاكل دي النوع مثلا مع اضافة شيء ثاني طول اليوم. ما كان حتغلب. بالضبط. فدي اكثر مشكلة. الحاجة الثانية في الغلط بين الموضوع انه الاكل بيكون صحي او الاكل هذا ما حيزودني وزن. لا، في فرق بين الاثنين، يعني لما نقول الاكل هذا صحي في احتمال يكون مثلا زي زيت الزيتون صحي ومفيد بس في سعرات حرارية، فهنا المفروض انه احنا نخفف منه او نستبعده تماما في نظامنا حتى ما يكون في عندنا زيادة وزن من اكل حتى لو كان صحي. يعني احنا خلاصة موضوعنا اليوم، احنا ممكن نجيب الورقة والقلم ونقيد، ولكن الاشياء المعقولة وما يوصل لهوس زي ما قالت لميا. اكيد طبعا. وفي الاخير احنا نعرف ايش احتياجاتنا، وبعد كده اذا نبغى نتدرج في حكاية كم سعرة حرارية لا اكيد احنا ما نبغى نوصل لمرحلة كم سعرة حرارية، لانه فعلا الموضوع مرهق ومتعب ونفسيا متعب يعني. بس كان يحضرنا كابتن حمدان اللي كان معنا اليوم، ترى من الناس اللي يحسبوا اللي يطلعوا يعني على الستيج يحسبوا كل شيء، ايش اللي داخل وايش اللي طالع وايش هو في حالات معينة احنا اجباري نحسب فيها كرياضيين، كحالات صحيه مرضيه، هذه اجباري، بس غير كده في الشخص الطبيعي العادي سواء انقص وزن المفروض لا مو ياخذ راحته قد ما هو يكون ملتزم. بالضبط. ايوه، عارف ايش الصح وايش الغلط. وجدان البرادعي اخصائيه التغذيه على هذه المعلومات اللي قدمتي لنا هي، وان شاء الله ان الناس تسمع بنصيحتك اليوم وينتبهوا على اكلهم، وكل شيء اذا زاد عن حده صدقوني ينقلب ضده. يا جماعه الوسطيه حل جميل في كل الامور. طبعا. شكرا لك وجدان، وشكرا لكل اللي تابعونا. ايميل البرنامج هاشتاج ساعه شباب، مستنين بفارغ الصبر اي موضوع نناقشه. يعني احنا ان شاء الله انا ولميا من غير ما نختلف حنكمل. صحيح اليوم اختلفنا على التطقيمه، وانا اتشرف صراحه بالتطقيمه اليوم معك. هذا مو بطوط، نقار الخشب. هذا نقار الخشب. نقار الخشب. شكرا. كنت معكم انا لمياء غالب، فمان الله. وانا كنت معكم طرات سندي. السلام عليكم.